النادي الاهلي النهارده لعب مباراه وديه سريعا كده مع مصر للتامين، اتعادل 2-2. لكن كان المهم في المساله الجهاز الفني كان عنده 3 4 5 اهداف بيركز عليهم. واحد من الاهداف اللي دفع في المباراه اللي دفع فيها بعدد من الناشئين، كان واحد من الاهداف تجهيز بعض اللاعبين النقيين او العائدين من فترات غياب طويله، مع محاوله تعويد رامي ربيعه على مركز الباك رايت، لانه رامي استخدم سيرد باك في مكانه الاصلي وكان هايل جدا. المباراه اللي فاتت استخدم في ليبرو خط الوسط فيما بين الخطين وعملها بامتياز. مباراه الترجي الاولى هناك في صعوبه للحق محمد هاني بيها حتى الان. فواضح ان مستر بيتسو موسيماني في تفكيره النهارده هيبدا يدرب رامي ربيعه على مركز الباك رايت. فكانت هي دي الفكره، ازاي يجهز وليد سليمان بدنيا وياخد فتره كافيه، ازاي يجهز محمود متولي العائد بعد عمليه غاب طويلا جدا للرباط الصليبي، النهارده بيرجع. الناس كلها شافت لبعض الوقت القصير في الاخر، بس كويس انه كريم ندفت شارك وحط رجله في الملعب. كهربا كان محتاج ياخد الفول ماتش، لعب وقت كافي جدا النهارده وبذل مجهود بدني كويس. فهي دي الاهداف، وحمدي فتحي طبعا اللي راجع بعد فتره، كانت هي دي الفكره، انه محاوله تجهيز بعض اللعيبه اللي راجعه من اصابات والناس اللي رجلها بره الملعب بقالها فتره طويله، مع طبعا تجهيز عدد من اللعيبه الشباب والتعرف على مستوياتهم والحارس علي لطفي. بص المباراه طبعا زي ما انت قلت، اولا كان في 4 ايام او 5 ايام راحه. ايوه اعتقد كده يعني. ايوه فكل الناس راجعه من راحه طويله. ايوه زائد طبعا هذا العدد الكبير من الناشئين والناقيين. فالمباراه ممكن تكون قلقت البعض. ايوه لان يعني يخش في النادي الاهلي هدفين وانفرادات من نص الملعب وبتاع، هي مساله بتجرب حاجات جديده ربما عشان تعرف ما ينفعش اعملها او ينفع اعملها. والاجابات وصلت من هذه المباراه بنسبه كبيره عند مستر بيتسو. بالنسبه لرامي ربيعه، ايوه اذكرك انها في بداياته مع النادي الاهلي كان بيلعب باك رايت. لعب باك رايت صحيح. ويوجدها لانه لعيب بيلعب بدماغه، مش بدماغه بالهيد يعني، بالذهنيه الكرويه صحيح، وبيقدر يؤدي بشكل يعني تقدر تثق فيه في اي مركز تحطه باذن الله. يعني يمكن يكون في ماتش ودي تاني اعتقد تبتدي الحقائق تثبت اكتر. بس النهارده يا ريت حد يسال لنا كده ايه اللي حصل لمحمود متولي وليد. هقول لك انا، محمود متولي الدكتور احمد ابو عبله قال ان متولي عنده شد في العضله الخلفيه، بكره هيعمل سونار عشان يحدد حجم الشد قد ايه. ده طب محمود متولي. وليد سليمان تعرض برضه لشد في الاماميه هو راح، يمكن درجته اخف شويه، لكن من بكره هيبدا جلسات التاهيل الخاصه بيه. يعني دول الاثنين اللي خرجوا مصابين النهارده. ومستر موسيماني بعد المباراه ادى اللعيبه راحه 6 ايام، ويمكن دي اول مره فرقه الاهلي تاخد راحه 6 ايام من كام سنه. يعني انت توعى على راحه الست ايام دي؟ لا يبقى انا خلطت بقى. يبقى راحه 6 ايام ال 5 ايام هي اللي جايه. ما هي كان، ما هو الفريق خد بعد ما رجع خد اجازه 3 ايام واتمرن ولعب الماتش الودي، وبعدين هيقعد 6 ايام هيريح ولا هيكملهم لسته؟ لا هيكمل السته وهيسافر تونس 14 او 15 يعني في 3 ايام تانيين بالظبط. مش سته كده، هيسافر تونس 14 او 15 يونيو ان شاء الله. والكابتن سيد عبد الحفيظ لمزيد من التركيز عمل فرمان بالحظر الاعلامي على الكل، كل اللعيبه تبدا تدخل. والله يعني اتمنى اللعيبه من نفسها تعمل الحظر ده، حظر ذاتي. لان هو ده الحل. هتقرا ناس بتحبك وناس ما بتحبكش، وناس مغرضه وناس متفانيه وناس يعني مندسه وناس قلقانه، هتلاقي صنوف كتير. فمش يعني احسن حاجه، يا ريت نعتبر نفسنا في مهمه يعني تستدعي الفقاعه الاعلاميه. الفقاعه الحظر توحشتك الفقاعة؟ طبعا ما اصل الله التعبير ده كويس قوي، هو محتاجين فقاعة اعلامية.